المعاونة المساعدة ديال محمد السادس ما كيعطيوهاش لينا. واحد زوج عند القيد تما قال لي غتصيف حك ولا ندخلك عند نهبطك لاكاب. ما عندي حتى البطاقة ديال المعاقل، ما عنديش عندي البطاقة الوطنية. ما مشيتش والله ما مشيت، ولا مشيت ما غيعطوني صيغي. ترحموا بالبلاد يرحمكم الجماعة، رحمونا الله يرحمكم. زيت عام 1953، عندي زوج الوليدات، عندي أربعة تبارك الله، البنت والولد والوليد مزوجين، كبروا راه والدين وليداتهم، وبقوا عندي زوج صغر، واحد الدرية زيدها في 2002 والدرية زيد في 2004. أنا كنت قاتلة مع على قبلهم حتى نكبرهم تا ونوصلهم، نوصلهم يقفوا على رجليهم ودار لي عليا هذا هو. ونحمد الله ونشكر الله اللي وقع لي خدام في سائق حافله، وطلع لي الطونسيو، وبقى كيطلع لي الطونسيو، كنمشي للطبيب كيعطيني شي فانيت كي، وبقيت خدام ما قدرتش. قال لي تجلس، ما قدرتش نجلس، ما جلستش غنخلص الكرامه باش نخلص الموضوع باش نصير عليهم. بقيت خدام حتى لذاك النهار جاب الله صافي، تقبط طحت ديت النود ما قدرتش النود، هزوني داوني للسبيطار. بيت في السبيطار تما قلت لهم ديك السكانير، بيت في السبيطار السكانير قال لك ما خدامش، ديروا على برا. عيطت على راجل بنتي، زوني في الصباح داني دوز ليا مسكين من عنده غالي هذاك السكانير، دار ليا السكانير عاد جبتو اليوم عاد. قال لي صافي ايوا زيد، قال لي كروسه تجلس فيها، عطوني كروسه جلس فيها. بقيت من 2007 سوق عليا نهار 7 وشهر 7 2007، من 2007 حتى 2010 يعني وقت سنه 13 سنه. ملي كضيق بيا الوقت كضيق بيا الله، كنخلص الكري كنخلص المواد، هي دابا جاتني 6000 ريال ديال الضو، عندنا الضو مشاركه جاتني 6000 ريال ديال الضو، عندي 6000 ريال. حنا فيها ثلاثه الناس، انا ومول الدار وواحد جار الفوق. قلت لهم ودي على عندكم خلصوا حتى يجيب الله العواشر ونخلصكم. ايوا ها مش ها مزيان كلهم شاهدين عليا من 2007 وانا جالس في الكروس. الحمد لله لقيت كروس، راه جابوها لي الناس، راه مشات الكروس جابوها لي غير الناس هذه. عيت هي هي بقى في ميت شافيه قاعد سرقات من اللور، سرقات وليت كندفع فيها وقاعد زيد مقهور، ولكن كان حمد الله نشكرو كنطلب الله يفرجها عليا، فرج من عند الله. كي جاب الله كان في الجامع المحمدي كيعرفوني الناس جيراني، كيقول لي سير الجامع، كنمشي للجامع كيتلقى معايا تما اللي سخالة بشي حاجة كيحن عليا بها. ولكن دابا كاين الوباء، ودابا الوباء أنا محصور، مع الوباء أنا محصور، حدي باب الدار إلا خرجت كنجلس حدا باب الدار كنجلس. وهي يعني هنايا في الدرب البلدية ما كاينش اللي كيجي كيطلع عليك كيشوف كاشخاص؟ وزير الناس مسكين، وعطيك ديك الخمسة دراهم ولا 10 دراهم راه خير من الله يجعل البركة. معاونة المساعدة ديال محمد السادس ما كيعطيوهاش لينا. داك العام قال لي سير تقيد في العمالة، مشيت تقيد في العمالة، قال لي صافي سير تقيد في العمالة. قال لي ربي غتجي بلي جات داك العام، قلت لك كيفرق فيها، لقيت كتفرق. قال لي راه جات مشيت ما عطوني شي، قال لي ما جاتك شي ما كاين شي. قلت لي كيفاش؟ واحد السيد طلعني عند القيد، واحد زوج عند القيد تما قال لي غتصيف حك ولا ندخلك عند نهبطك لاكاب. راه باقيين بين عيدي الان بحال دعيتهم الله ياخذهم الحق من تما. جيت بحال في قصر هذا العام، قال لي راه ما مشيتش والله ما مشيت، ولا مشيت ما غيعطوني صيغي. بقيت جلست في حق ما خفت، مشي بقى لي غالي كاب توا في عمري 60 عام سن، ما عندي حتى البطاقة ديال المعاقل، ما عنديش عندي البطاقة الوطنية. الجماني هذاك الفاطر اللي كنت خدام عنده مسكين، حيت كنخدم معاه مزيان عمر له الدار، مسكين كان كيحن عليا. ولكن دابا راه غبر هادي، دابا سي عامين وبقيت شتو كنمشي ل سميتو فين كاين طوبيس الكراج، فين كاين في الهي في الهراويين، كنمشي تما كنبقى نتسنى النهار كله، كنبقى من العشرة الصباح حتى الخمسة العشية، وكنجي بحالي ما كاينش ما كاينش ما كاينش. ما بقات شاريتا، كنجي للجامع، الناس كيرفعوا عليا في الجامع بحال كنطلب الصدقة. كان هي كنجي نجلس حدا باب الدار،
الزيران كيعاونوني الحمد لله. مقهور اختي مقهور، وصل العظم وحمد الله وشكره مع الجائحه هادي. انا بلي تسحرت نعست، صليت الفجر ديالي ونعست، الله فقت مع الدور صليت الدور تزيتو لعندي. دابا انا غيرنا والله ما خرجت، غنتمسع على رجلي شويه ما كاينش. انا هنا دابا حتى يصل الفطور ثاني ان شاء الله. وشنو هو الطلب ديالك؟ والطلب ديالي هو يشوفوا لي شي حل باش نصرف على الوليدات، وكنوجهني دعاء ديالي للمحسنين كيعرفوا بحق الله، كنوجهني دعاء ديالي لصاحب الجلالة نصره الله رائدنا وملكنا يشوف من حالي من حال بلاداتي. ولا إله إلا محمد رسول الله، ولا إله إلا محمد رسول الله. رحموا من البلاد دي رحمكم من في السماء، رحموا الله رحمكم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبي الله ونعم الوكيل. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.